السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تختيم إلدر رينج. طيب في الحلقة دي حندخل الأكاديمية إن شاء الله، لكن في بعض الأشياء الموجودة هنا في طريقنا زي الكابينة دي، وهنا بعض الأنقاض في حشرات سحرية. هنا كان في جولدن سيت حصلنا عليها في بداية اللعبة، ما في حاجات كثيرة منها. حنمشي ندخل مباشرة إلى الأكاديمية، لكن أولا زي ما شايفين غيرت السلاح، عندي سلاح الجريت ستار، لانه في طبعا نوعين من الاسلحه، في الاسلحه دي بتتطور باحجار سميسينج، نوريكم الاحجار السومبر سميسينج ستون، في التطور بالاحجار العاديه. طبعا سلاحنا اللي كنا مستخدمينه كان متطور بالاحجار العاديه للجريت سورد، لكن نوع ده من الاسلحه بتطور بالاحجار الثانيه، يعني بيصل لحد بلس 10، اما ده بيصل لحد بلس 20. وفي الحلقة دي إن شاء الله حنحصل على جميع الأحجار من بلس 1 إلى بلس 10. طبعا نحن حسي حاليا عندنا زي ما شايفين 1 و2 و3 و4، حنحصل على 5 في الحلقة دي، وعندنا 6 أيضا. حنحصل على حجر تاني من بلس 6، حنحصل على بلس 7 و8 و9 إلى 10. ففي الحلقة دي حتحصل على سلاح بلس 10 من نوعية الأسلحة بتتطور بالسامبر سميسينج ستون زي سلاح الجريت ستار. طيب أنا هستخدم سلاح الجريت ستار لأنه فيه بلاد لوس، حابب أستعمل السلاح ده، لكن إذا أنت ما متأكد استعمله أو لا. طبعا أنا ما عملت اختبارات عليه كثيرة، لكن هو صراحة قوي، يعني ما حيكون سيء في اختيارك، لأنه أنت حتضيع الأحجار دي على سلاح واحد، فلازم تشوف بعض الاختبارات أولا قبل ما تضيع الأحجار دي على سلاح. لكن إذا حاب تكون واثق 100% أختار البلاد هاوند فانك، السلاح ده قوي جدا وما حتضيع الأسلحة الأحجار دي عليه، يعني استثمار الأحجار في السلاح ده ما حيكون بالخسارة، هيساعدك إلى لحد ما تحصل على كمية من أحجار التبليص الأسطورية. طيب فبدون مقدمات كثيرة خلونا نغير السلاح، بس فقط كان للمقدمة أوريكم اللي بيحصل شنو في الحلقة دي. فهنحصل على جميع الأحجار التبليص. طيب من هنا ننزل بالاتجاه ده، طبعا هنا أسفلنا مباشرة فيه أتلوت، زي ما شايف هناك في مخيم صغير سيلفر بيكل فاول فوت. طبعا إذا استخدمت السيلفر بيكل فاول فوت دي حتزيد الدروب ريت بتاع الأعداء، إذا أنت بتنقب عن هدوم من عدو معين كل مرة بتقتله وما قاعد تقع شلك غضمة من السيلفر بيكل فاول فوت، وتاني هاجم الأعداء تزيد احتمالية حصولك على الدرع بسرعة. طيب نضرب البالون ده نحصل منه على رون 6، ودي الرون 6. نشوف الكابينة دي فيها شو، طبعا تقريبا ما في كابينة ما مشينا عليها غير دي، كل الموجودات هنا في البحيرة بالرغم ليهم. اوه ده العاملين امبوش، يا الله العار، ده صعبين، عادي ممكن ينوشوني من بعيد، ويومهم كمان مسافته بعيدة. اولا ولا والله جليتها سايح، خلاص يا جماعة شنو لاقين، مو مشكلة. المهم البي جاي الاكاديمية جيت تاون، في جولد الرون، هنا في حشرة سحرية، لكن صراحة الجماعة دي لحد الآن قاعدين يحاولوا فيني. وين الحشرة السحرية؟ ما شايف هناك دك مكان الجريس، تعال بالاتجاه ده اسمع صوتها. عارف وين؟ ايوه هنا في قطعة لود، حصول عليها هيكون يحتاج دقة وثبات. انزل من الحصان عشان ما ماجيك ريس، متأكد انه بيجي في حشرة. ايضا في ام بي سي ده لانيا، يكون مكانه على الخريطة في الانقاض دي بالضبط. تكلم معاه وخلص الحوار كامل، كان موجود في الراوند تيبل هول، كان بيبحث عن الخادمة بتاعته أو
وهم المرافقة بتاعته لانيا الفولكينو مانر. ايش زي ما شايفوا نا حيقول انه حينتغم منهم. جماعة الفولكينو مانر فيهم زي عصابة كده اسم ريكروزن قاموا قتلوا لانيا فهو قال حينتغم منهم. ايوه سامع صوت النشرة السحرية. ايوه تقريبا عندها بير طبليس. تعال يا شفت ماش وين يا كل الطريق ما قطعناه وما عايشة سميسينج تو عشان ما انت تختفي. طيب بيجاي تقريبا في الجولدن سيد على ما اعتقد ولا هناك قريبة من ال تعال هنا هنا تقريبا لا لا ايوه هنا. طيب بعد تصل المكان الجولدن سيد هنا في كان الجسر قال بالاتجاه ده ما شايف ده طريق الى اعلى لكن اولا الكراب ما كان يجيبه جاي كان يجيبه برا لانه حسي ما حيخليني خليني لا اقتله. حطه ما حيكون صعب لكن كان افضل. تعال شنو كراب اكس. طيب ما حنقدر نعمل لوكون على العد على الحشرة السحرية ما حيخلوني والله شكله على قتل صاحبنا ده. إذا ما افترض أقدر ليه يا أخ شكله على استعمل غوص. يا للعار وين الغوص شورت بو عارف بعد مرات بجي بستعمل الغوص شيء زي ما شايفوا هنا الأسهم ما فيش كده كده موجودة وكده عشان الأعداء موجودين جنبه عشان كده ما قادرين نعمل لوكون عليها. نحن حصل منا على آش فور تشارج فورس. طيب من هنا نرجع ندخل إلى الأكاديمية. أوه عم في طقطعة لود ميسينج تو ده حنساها صراحة ما عارف ذات النهينة. طيب قبل ما ندخل للأكاديمية زي ما شايفين عندنا جريس من الخلف ممكن نجيهم فحنتطرق لهم من الخلف لكن بالاتجاه ده هنا النقطة دي من الصخور في جريس بدأ نمشي لاحس هنا في طائر موت إذا حولت الوقت إلى ليل حيصحر لكن الطائر ده قوي جدا فحنعمله بعد نطلع من الأكاديمية بعد نكمل الأكاديمية كاملة نكون أقوى نقدر نهزم بسهولة. طيب فمن هنا خلونا ندخل هنا البوابة. طبعا نحن دخلنا البوابة فهنستخدم الجريس فقط بعدين لكن أولا خلونا نجي للأعداد من الخلف فتعال أولا بالطريق ده. هنا في حارس زي ما شايف هنا في وردة هنا طبعا بتحاول تهاجمنا. أيضا في قبور ممكن نحصل منها على صاحبنا ده زي ما شايفه هو موجود هنا أقتله. يا للعار يا للعار مشكلته انه اتحرك سريع لو كان اتحرك سريع كان هدمته. بيحاول يغطي ظهره طوالي دي المشكلة في صاحبنا ده فأنا أتراجع نجيه بالطريقة الآخر لأنه صعب جدا تهزمه بالطريقة دي غير انه الجماعة الطيبين قاعدين يساعدوه
لو من الاتجاه البجاي. ضع عليهم بسهولة. شايف هو قاعد لكن ما حيقدر يعمل حاجة كده. قتل صاحبه. يلا متعب متعب. فاير بلوم تان فيشن ميسينج سري. طيب من هنا بعد الإزعاج والعودي تقريبا بالاتجاه ده وبالاتجاه الآخر على ما أعتقد، لكن فقط للتأكيد نجيب المكان هنا. طبعا الفينجر ريدر داخل الأصابع. وين وين وين؟ مفترض نمشي لأسفل. أيوة بالطريق ده، لكن هناك تقريبا في قطعة لود. لا لا أوه ده بطين سريعات كيف؟ لا ما أعتقد قطعة اللود بالاتجاه ده، ما خابني الرأي. أيوة اكشنس ميسينج ون. هنا قطعة اللود اللي احنا باحثين عليها. ما حاجة كده مهمة. طيب ننزل بالاتجاه ده. شايف هنا إذا جيت من الأمام كريتيكال أنقذني، كان حيضربني. يا شفي تنقض علي وأنا مشغول. زي ما شايف هنا في قطعة له صل علي يا أخ يا جماعة. شاتر نار اضربهم الاثنين كده. ايوه كده تلويحه في السيف ده كبيره جدا. افتقد صراحه بعد غير السلاح كين اغيره بس لحد ما نحصل على بقيه الاحجار اللي ممكن نطور بها السلاح ده. حاليا ما حنقدر نحصل عليها الا بعد نصل الى العاصمه الملكيه. فلحد ما ايوه لحد ما نصل هناك ثاني ممكن نستعمله. طيب بعد وصلنا هنا طبعا ممكن تدخل البوابة، مفتاحها حيكون هنا في الأنقاض دي خلف التنين مباشرة، ممكن تحصل عليه طوال بدون ما تهزمه. حتى نقلنا البوابة إلى هنا. طيب الوقت ليل، حلونا نحوله إلى صباح. Past time morning. إذا أفضل الأضواء ساطعة واضحة. طبعا هنا في مهمة يرى افترض تكون في هنا علامة حمراء. أيوة زي ما شايفينها هي حسي نقصبها NPC آخر أو نساعد يرى في اغتاله ضد فينجر بلاد فينجر. طيب هنا جولدن سيد ارفع ونزيد عدد الفلاسك اللي عندنا. طيب من هنا هنرجع نساعد يورا في غطاله ضد البلاد فينجا. العلامة وين كانت؟ أيوة العلامة هنا زي ما شايفين. إذا متابعين المهمة مفروض تكون ظاهرة زي ما شايف يورا هناك واقف. نحن أصلا ما حنعمل بف أصلا، نقدر نقتله عادي. جل منا. اوه عنده آش فور سمحة. داي يا اخ. لا لا شرب شرب شرب. نشرب احنا ذات. اي ذول يشرب. نحن ما نشرب. راح يا يورا عمل له اديه الفينيش. اديته لك طعنة. نحصل منه على الاشا فور اللي هو بيستعمله. نرجع الى عالمنا.
اشوف وير رابتر اوف ذا ميست. لما شايف هنا في يورا يتنفس بعد تعب. عندينا حجر بلس 5. إلانورا. إلانورا. Violet Bloody Finger. Violet Bloody Finger. المهم من هنا حيتحول يمشي لمنطقة تانية. Be on your way, harm sweep. Be on your way. You have a deep, so you have a deep voice, my friend. Okay. طبعا هنا في الجريس دي فعلناها نحنا. فتعال امشي بالطريق ده لحد البوابة. هنا حيكون في بايع في بعض الذئاب زي ما شايفين. ما حتشكل تهديد كده. ما يقدر ما تشتغل بها. ده السبب الرئيسي جابنا بالاتجاه ده. يكون في بايع وفي سيليستل دو عنصر حيساعدنا في استعادة الام بي سي اذا قتلته بالغلط او اتضربت معاه او بقى كل ما تجيه بقوم شنو ضربك. لما شايف ده البايع تكلم معاه. ده البايع ده مفيد جدا. لما شايفين هنا ده الامب اشز ده كان حصلنا عليه في بداية اللعبة اذا ما قلت عليهم من هناك ممكن تحصلوا عليه هنا. لأنها عنده عندي كم من ده نمبر هيل 3 محتاجين 2 بعدين عشان نحصل على حجر التبليص بلس 7. فما حاجة كده نشوف دي شنو سليب بون أرو. سليب بون أرو إذا محتاجين إذا ما عندك إذا ما عندك حجرين من ديل بعدين لما نمشي للفولكينو مارر حنحتاجهم. أي فحنمشي لل الحلقة دي للفولكينو مانر. المهم من هنا زي ما شايف هناك فوق في اسمه منو داروويل او البلاد هاوند نايت. ف ما اقدر اخسر الروينز اللي عندي دي. استعد له كويس. انا مسكت الخنجر. طيب قبل ما نمشي هناك شايفه فوق طبعا في قطعة لوت تحت اسفلنا مباشرة. ما طوالي ما قوي زي اخوه. المهم ده هنا سيليستل دو العنصر ده مثلا اذا هاجمته البايع ده او قتلته ودار استعيد البايع ده مثلا امشي للكنيسة دي هنا زي ما شايفين التمثال في الكنيسة هنا امشي اعمل انتراكت معاه هيقوم يطلب من العنصر حصلنا عليه حسي ده مقابل استهلاكه حتقدر تستعيد البايع ده اذا قتلته او اي ام بي سي اخر في اللعبه. طيب من هنا خلونا نرجع باستخدام الخريطه. طيب انا ادخل استعملت الهناية الفاضي الحصان. هنا في مزعد ما اعرف اذا طويل ولا قصير يعني شويه. مهم أكاديمية رايا لوكاريا السين بتاعها يشبه هاري بوتر شديد جدا. لما شايف في أضواء سحرية خلابة جميلة غاية. لكن من هنا أمشي طوالي مباشرة ما في حاجة في المنطقة دي مجرد جماليات. طيب هنا في 2 سحرة شايفهم حاول أعمل زجزاج كده منهم لكن ما مفترض تواجه مشكلة الدم. اللحظة دي نحن قويين جدا. طيب هنا افتح الباب ده و لما شايف هناك في ساحر لكن هنا في امبوش. لما شايف اعلى جاي في بعض الاعداء متعلقين فوق فحينزلوا. لكن عشان نفعل الجريس وما نرجع لاي ورا تاني تعال الجريس دي اولا. تاني ممكن عادي تتضارب معاهم. لما شايف ما صعبين شديدهم لكن اذا اضطربت معهم هناك زي ما شايف الساحر ده استغل الوضع لصالحه. اولى ولا هو بني يا معلم يا جننت انا جن. تعال هنا ليه ورا ميسينج سومبر اس ميسينج 3 حاجة كويسة مع الاحجار دي. طيب نستريح هنا عشان شوية الطريق طويل أمامنا. عندنا كم روينز 16000
أجن 18,000 تقريبا عشان نرفع مستوى. قال بالطريق ده لهنا مقبرة فيها أعداء سحريين بيمتصوا السحر الخاص بك. لكن أولا وين الطريق اللي جاي؟ أيوة هنا، أحسن ننزل بهناك ساي الضمان أمان. طيب هنا في حجر بلس 4 سميسين عادي ما سومبر. سومبر ده الأسطوري، السميسين ده ياهو العادي. طيب نرجع للباب زي ما شايف ده للأعداء السحريين بيحاول يمسكوك عشان يشفطوا منك الدماء. تعال بالطريق ده صراحة مزعجين، ونحن هنكون متجولين في المنطقة دي شوية فما هيريحونا. أيضا قاعدين في كل الأذقة بيحاولوا يعملوا عليك أمبوش. تعال هنا نحصل على قطعة اللود دي ميميك تقريبا الباب. طيب ما في حاجة هنا، هناك لي على في طريق صاحب نزل يصير يموت تقريبا. هنا ما في حاجة لكن للتأكيد فقط. ايوه ما في شيء. طيب ننزل الطريق الرئيسي. ايوه بهناك الطريق تاع البيع قطعة اللود دي. سسسس صاحبنا دار مسكنا. تعلف بيجاي وانزل الى اسفل. طبعا في جسر مفترض نقطعه، نقطع البيه الاتجاه الاخر، لكن بدلا من ذلك ما في حاجة هنا. نحن نجي بيجاي تقريبا الى اسفل ما في حاجة. ايوه المنطقة دي شوية معقدة معقدة معقدة. يلا الاثنين سوا. ايوه شايف ده الجسر، كان مفترض نجي بهناك نحن لكن اختصرنا شغلة انية. دول الكلب ده تعال راجع للجسر زي ما شايفهم متجمعين. نحن كان نزلنا بيت تحت. كمية كمان بيصهروا في الجسر. انا اعتقد ما نسينا حاجه ورانا. ايوه 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 بالتاكيد جهلهم، ما حنضيع زمننا معاهم، ما حيعملوا حاجه عليهم. هنا ايضا متجمعين لكن بس في طريق ما اعرف وين شكله بيجاي لاسفل. ده لاسفل ايوه جولد رون فور. ده هنا اش فور تقريبا. انت والكلب سبكترال لانس. طيب زي ما شايف هناك في كلب او صاحبنا ده. خليك تحت. اوه الكلب الله الكلب خلعني لكن كويس انه مات. كلب الكلب الكلب. في كلاب تانية خطيرة اخطر من ده بتسوي بليد لكن برضو ما تستهين بهم. طيب ده ماجيك جريس بطريقة اخر تاني لأسفل. مكان معقد شديد راحة عشان كده ما تستعجلوا. طيب تعال بالاتجاه ده هنا تقريبا. ايوه ده هنا درع كامل للكاريان نايت. شايف درع قوي جدا. حتى اذا ما انت ما ساحر ممكن عادي تستعمله، ما بالضروري انك تكون ساحر. فدرع مفيد. طيب شايف هناك في مصعد ده هو طريقنا احنا ماشيين له. ودرون. طيب تعال بقى جاي. طيب شايف هنا في زي فجوة ممكن ننزل بقى لأسفل. بعد كده ندخل بالباب ده الى المصعد. لكن قبل ما نمشي للمصعد هنا ما في حاجة هناك للأمام. في عدو استخدم سحر الجاذبية نهزمه عشان نحصل منه على تعويذة.
داري كسبني طبعا، لكن بلا فايدة. أحصل منه على التعويذة Gravity Well بتاعت اللود دي. It's missing somber, it's missing three. حاجة كويسة. طيب من هنا وصلنا المصعد ده، شايفه طالع فوق، تعال اسقط هنا. بس حاسب لأنه كان سقطت بعيد ممكن تموت عادي، بس نعم انت طالع إلى أعلى في منطقة زي ما شايفها نخفز فيها. طبعا في طريق بهناك، لكن أولا البي جاي هنا في جريس عشان لو موتنا ما نضطر إننا نقطع الطريق ده كله. طيب من هنا نتابع في الأكاديمية، لكن أولا خلونا نستهلك الروينز، لأنه الطريقة اللي إحنا ماشيين له حنخسر الروينز أو حنضطر إننا نموت تلقائيا. فأي روينز عندك أصرفها هنا قبل ما نمشي في الطريق ده، وتأكد إنه عندك شنو حجرين ممكن عادي بعدين تجيبهم، لكن عشان ما تأكد إنه عندك 2 ستون سورد كي. استعملت المهارة بالغلط. طيب تعال بالاتجاه ده، هنا يعني في بعض الأعداء وصاحبنا ده. أوه لا، وقف هنا عشان ينذلنا المصعد ده. صاحبنا داك ما تشتغل بيه. المهم هنا حننزل، او عن وقع حننزل الى اسفل. ده المكان اللي وصفوا لنا باتشز، يقول لك انه في عمق الاكاديمية حيكون في عدو. صح، قبل ما ننزل نسيت هنا في مكان. اوه اي ممكن تاني ننزل. طيب تقريبا الطريق ده ما فيه حاجة، لكن بس دار اتأكد. ايوه ده برجعنا الى اعلى. ايوه من هنا اذا حاب ترجع الى اعلى ممكن، لكن اولا خلونا نمشي بالاتجاه ده. وين 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 في قطعة لوت هنا. ايوه في فخ يا اخي تقريبا هنا. ايوه هذي اليوم بالاعداء ديل الصغار ديل شوية عاملين زي الدمى، مزعجين صراحة. لا 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 لا، امتص السحر اللي عندي كله. دم جماعة عالي كده، لكن برضو يعني إذا مسكني برضو. طيب ما في حاجة هنا تقريبا. أيوة طيب نرجع إلى الكلام اللي قالوا لنا باتشز، يقول لك إنه في عمق الأكاديمية في عدو حيمتصك وحينقلك مباشرة إلى الإيرتري الشجرة. الشجرة من هنا شايفينها تقريبا. المهم حينقلنا إلى الشجرة، لكن هو كذاب حينقلنا إلى الفولكينو مانر. فهنا أنزل للأسفل للعدو، لكن نحن دايرين نتعب بالطريقة دي، لكن كده ما حي اللي يقتلك بالطريقة دي بالتحديد. لكن تقريبا دمي ما حينتهي. ما كتني خايفه. ايوه كده كويس، اقتلك بالطريقة دي بالطب. كده حينقلنا الفولكينو مانر عشان نحصل على احجار التبليص 5 و6 و7 سومبر يا اسطورية فولكينو مانر. طيب من هنا فتحت الخريطة زي ما شايف انت في مكان ما معروف وين، ودي هنا الأكاديمية نقلت إلى مكان بعيد. طيب تابع بالطريق ده، طبعا هناك في طريق ولأسفل في طريق، نحن همشي بأسفل. الحمم ما حتسبب ضرر عالي كده، بس حتبطئك حتخليك بطيء. تعال أنزل زي ما شايف التحديد هنا ولا وين. أيوة طرد ما نموت هنا بالضبط. أيوة افضل طريقه انك تعمل باك ستاب. باك ستاب ولا باك ستيب يا اهل الحلزونات ديل. تعال بالطريق ده زي ما شايف هنا في سلم الى اعلى، يمكن فيه حارس
يتجاهلوا حاليا دول الأعداد اللي لأنهم شوية مزعجين. لما شايف ده قاعد هنا قطعة اللوتر في النص دي حسي ما تشيلها لأنه في واحدين فوق قاعدين يعملوا علينا أمبوش. أخ تعال بقي جاي وصاحبنا ده لما شايف المنطقة دي ما صعبة كده وممكن عندي نعملها حسي لكن ما برجح ذلك. طيب ده هنا سومبر سميسينج 6. إذا أنت ما قتلت ماغنس حصلت على السومبر سميسينج 6 هنا ممكن تحصل عليه يعني ما بالضرورة. طيب حصل على الرون 9 قلب الطريق ده. هنا في سلم خفي عشان نقدر نفعل الجريس. طبعا ما حتقدر تطلع من المكان ده إلا تفعل جريس. هنا هنفعل الجريس وحنقدر نطلع من المكان ده إن إحنا ما نطلع لسه. طيب هنا هنعمل قفزة فخليه خفيف. لما شايف ده هناك في شرفة في عدو عشان كده أنا ماسك السلاح على الرغم من إنه هو حيقتلنا إذا إذا جي جنبنا. فخليه يمشي وإنت أجر كده على الحائط بسرعة واقفز. تقدر تعمل القفزة دي من هنا. أدخل تعال الغرفة دي مباشرة هنا في جريس استريح فيها. أتفعلها فقط استريح فيها عشان بعد ده تقدر تطلع من المنطقة دي. قبل إذا قلت لها تنتقل بالخريطة لأي جريس ما حيخليك يقول لك إلا تفعل الجريس. فهنا فعلنا الجريس. طيب خلونا نلبس الدرع الخاص بينا ده أفضل من ده. 22 ده لا حاصل شنو يا جماعة الدرع ده أفضل من كل الدروع. ده هنا هيدينا في الأميونيتي لكن برضو ده أفضل لكل حال. بس الدرع من هنا أنا شايف في بعض الأعداء ارتكبت غلط لأنه السلحفاة ده الثعبان حيجي. طيب افتح الباب ده افتح الباب عشان بعدين لما نطلع بالسلم نقدر ننزل عادي تاني. شايف ده السلم ننزل إلى أسفل ننزل إلى تعال بالاتجاه ده استعمل السلم ذاك المرة دي. احنا قويين مفروض عادي ما يقتلونا بضربة واحدة. المكان ده أنا كنت قاعد أجيه في بداية اللعبة لما دمي يكون حبة. طيب لا يا معلم شنو يا معلم حاول صد لا 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 حاول صد إذا عندك درع أو أي حاجة لكن الطريقة الأمثل إنك تخليه يتحرك من أمام المصعد وتجي هنا. طيب زي ما شايف هناك في فليم مونك بلاك فليم مونك قوي جدا لكن تعال بيجي عشان نحصل على حجر التبليس بلس 5 سومبر سميسينج 5. كده هنقدر نطول سلاحنا من بلس 1 الى بلس 6 زي ما شايف عندنا 1 2 3 4 5 6 كده السلاح هيكون قوي جدا اذا مستعمل بلد هاوند فانك. لكن عملت دوج بدري مزعج مزعج. ما تدخل هنا قاعد بالطريق ده هو شفاع المزعط ده عشان نلغي الاجرو من العدو ده. صراحة كان مفروض ما اخليه يضربني عشان انا داير جميع هنا في كاتسين داير جميع الفلاسك مشكلة. طيب زي ما شايف هناك في حجر التبليص بلس 7 جاي في طريق لكن الباب ما يفتح الا من الداخل الا نجي من اتجاه الفولكينو مانر. اصلا في الوضع الطبيعي انت المفروض تجي بالطريق ده والجسر هنا يكون مقفول فتضطر انك تنزل لاسفل لحد ما تجي بالطريق. فنحن حنمشي بالطريق الصعبه. طبعا في بدايه اللعبه كان ممكن تعمل غفزه من هنا فوق تخفز هناك لكن بعد التحديثات عملوا لها باتشز عملوا لها باتش يعني لغوا الحركه دي. شكله صاخبنا ده ما هيخلينا. على كل حال داير اعمل كرافتنج لكن هو ما هيخليني اللي هحاول اهزمه بس اقعد تحت
انا شايف هزيمته ما صعبة لكن كنت دار خاطر معه اني داير جميع الفلاسك ده الفلاسك بتاعتي نقصة لانه هنا في قتال صعب جدا دارين نخوضه ويعني زي التحدي كده يعني ما ممكن تهزمه من اول مرة لكن حنشوف اللي بيحصل شنو. طيب افتح الايتم كرافتنج واعمل البوت واختار السليبنج بوت دار 6 نحتاج قدر اللي عندنا عشان ننوم العدو ده كله ما شنو كله ما يقوم ننومه كله ما يقوم ننومه ونهاجمه عشان نهزمه بعد نهزمه حنقدر نفتح الباب او نجيب من ورا بهناك ليه اجل الطبليس ده فما في طريقة الا نهزم الزعيم ده طبعا في طريقة اخرى في الفيديو اللي انا عملته على القناة ممكن تحصل على حجر الطبليس بلس 7 من الكرامبلينج فروم ازولا عن طريق جليتش لكن في الحلقة دي حنعمله بطريقة مختلفة لأن نهزم العدو ده ما صعب جدا لكن شوية فيه تحدي فما حنستعمل الفلاسك الا بعد ننوم صاحبنا ده فهنا ادخل وهناك حيسهر اجدع فيه والكرة دي طرد ينوم ليه ما نام يبقى شايف نام لكن طايدناه بضربتين طيب اعمل الفلاسك خد زمنك زي ما داير وما حيتحرك لكن يتراجع مما يقوم هو يتراجع منه ضيعنا يا للعار جيت فوقه مباشرة نوم يا أخي نوم ليه ما داري نوم ضيعت كل السليبينج بوت إذا المرة دي أجرب أديه هجمات ثقيلة على أمل إني أكسر البويز أيوة كسرت البويز يا للعار يا أخي قال أنا هذمني أذمني والله مسح باي الواطة والله دي كانت فرصتي أخ تبل نوم يا صاحبنا مالك بتعمل في شنو أرديها جولدن فاو كده ما عندنا اي اخر فرصه ما حنقدر نقوم بعدها احاول بس والله غلطت غلطه بليده خلاص كان انتظروا يا اخ يا للعار المحاوله الثانيه حتكون احسن طبعا اذا مت اجي للجريس دي فعلتها فالمره دي يكون عندي خلونا نصنع السليبنج بوت اولا 6 اختصر عليكم الطريق ده نلتقيكم مع الزعيم طيب حاول بقدر الامكان انك ما تدمج وانت في طريقك الى هنا عشان تقدر تحصل على جميع الفلاسك اللي عندك ايضا شكلي ما حارمل يا للعار ضيعت جرة اذا نام كلام جميل اتبع استراتيجية الهجمات الصغيرة افضل من المهارة لكن اولا خلونا نحصل على الروينز بتاعتي
وما حيصحى اصلا. نملة دمي اديه ضربة ثقيلة ونشحن الضربة الثانية، وقبل ما يقوم تاني نديه ضربة. يا شايف كسرنا البويز مرة دي كويس. كده حينوم تاني ليه؟ نام؟ بعد دور نام. نفس الحركة، اديه ضربة صغيرة، ضربة صغيرة تانية، ضربة صغيرة تالتة. لا 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 جل منا دايم، يعني أنا كنت ميت لو قصوا. شنو ده؟ لا حول ولا قوة. صعب 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 صعب. حلو. دي آخر مرة، دار أتأكد إنها تكون آخر مرة جد جد. ضربة صغيرة، ضربة مشعاها. أيوة كلام صح، عذبنا محاولتين كويسة. طيب أنا أحصل على سلاحه، تعويذة نوبل بريزنس. المهم زي ما شايفين حصلنا على كمية من الروينز، 50,000 روينز. خلونا نستهلك الروينز دي مباشرة. ديفلوب مستويين فات، ما مشكلة أكعب. نزيد الدم لحد ما نصل 35. نحصل على ذات اللود دي، سيربت مينيشن ولا شنو بعرف. المهم طبعا بيجي في باب وفي مزعط، لكن المزعط ما حيكون مفعل تقريبا، لأن لو مفعل حيختصر علينا وقت كتير زي ما شايفه. اللي ننزله من فوق، فحنقوم نمشي بالطريقة الآخر. عشان كده قلت هتحتاجه 2 ستون سورد كي. طيب تعال فعل المزعط ده. لا هذا رضيع الزمن زي ما شايف، هناك في قطع لوت واي شيء. حاول استكشفوا المكان ده براكم، لكن تعال بيجاي هنا، انزل هنا زي ما شايف هناك في قطع لوت. بما اننا هنا خلونا نحصل عليها، طلعت مو بتستاهل. يا هلا الحلزونات ديل. تعال طبعا قطع اللوت هنا الدسمة، بحاول احصل عليها، لكن انها اكيد ما حكون حافظ جميع قطع اللوت هي شنو، عشان كده احاول احصل عليها. طيب هنا حيجي واحد ذي الاعداء اللي خطفنا من الرايو لوكاريا، حيجي يهاجمنا هنا زي ما شايفه هداك له. حاول فقط شنو يا هلو، مشكلة هو حيجي يهاجمنا هنا وهو تحرك أفضل مننا. يحاول يرمي علينا، عالي قبل ما تختفي. It's missing five. في حجرين على الغرفة دي. هل هنا في سلم؟ هنا في بعض الأعداء لكن نحن حنتجاهلهم كلياً. أيضاً الطريق ده خلونا نقتل صاحبنا ده. تعال هنا ماشي وين؟ طبعاً ممكن تحصل منهم على سلاحهم، لكن صعب 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 جداً، أنا ما أقدر أحصل عليهم. تعال المزعط ده، يا هو المزعط. شنو يا معلم؟ شنو يا معلم يا؟ ده المزعط اللي كان مع الجريس، فعلناه عشان نسهل علينا كان متنا، وارجع تاني مرة أخرى. كان فقط تنزله واختصر الحكاية. أنا شايف تحت في طريق، لكن
غريبا ده ما الطريق اللي احنا ما دايرين نمشي له، يا ربي يكون هو، ما اظن يمكن يكون اختصار. صراحة ما جربت المكان ده. لا 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 ده ما هو. اوه ستون سورد كي كويس، ده مكان ال تحت الجسر، مكان قتلنا الحشرة ودخلنا هنا نفس الشيء. طيب المهم تعال بجاي السلم، عندنا 13 ألف رونز كتقرا صراحة. مرة دي حنمسي عكس الطريق ده، لما شايف صاحبنا ده عنده صوت حيقوم يدور بيه. قلت على أمل إني أتفاداه، عشان كده قلت لكم فعلوا الجريس أو فعلوا المصعد. تعال هنا فتح الباب ده، هيكون في مجموعة من السعابين ديل زي ما شايفون بقطعة لود، وهنا في ثعبان لكن يتجاهلوا. تعال بالطريق ده وحيجي وراك طبعا. تعال هنا، هنا هنستخدم الستون سورد كي، هنضطر ان نستخدم حجرين زي ما شايف، عشان كده قلت لكم كان يكون عندكم حجرين عشان ما نضيع زمن. طيب المكان ده شوية مظلم، عندنا المصباح، انزل هنا انزل تاني زي ما شايف، تحت في نزلة اخرى ما تخفز هنا. طيب في هناك في ساحر زي ما شايفه يحاول يهاجمنا، انزل بس بحذر. طيب ما بيقدر يصيبنا هنا. طيب اذا شايفين انا ذاتي ما شايف في قفص، وينه؟ ايوه هنا القفص ده، هذا ده هنا ممكن نخفز له. طبعا في مجموعة من الأعداء إلى أسفل، في طريقين بهناك بإيجاي، فنحن هنمشي بإيجاي. الأعداء دول ضعيفين ما شكلوا تهديد. آش أوف وور رويال نايت ريزولف، دي آش أوف وور قوية جدا جدا جدا. طيب هنا في باب الغرفة، أيوه قوية جدا، حتصغر سلاحك ببف كده، الضرر فيه وحيكون عالي جدا سلاحك. طيب هنا دخلنا الى الراوند تيبل هولد. راوند تيبل هولد ليه؟ طوالي بقول الراوند تيبل هولد، البوركينو مانر، بدون ما نضطر ان نجي من الامام. طيب دي هنا الجريس، دي هناك ليدي تانيس. اختصار اختصار رائع جدا. طيب ارجع، لسه نحن لسه ما حصلنا على حجر بلس 7. تعال بنفس الطريق مكان الاعداء ديل، جاهلهم كليا، ديل ما بيقدروا يتحركوا، واللي بيقدروا يتحركوا ديل ضعيفين زي ما شايف، بس بيحاول يمسكوه حول ولا هو. يا ولد انا عشان قلت انت ضعيف ولا شو؟ احصل على قطعة اللوت، لكن صاحبنا ده قاعد يتجنن. ديد بيد كيرس دي جزء من مهمة الدنج ايتر، هنحتاج لها بعدين. طيب زي ما شايف عمنا ده قاعد هنا، فاطلع ويحاول ينيشك. ايوه لا 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 ما نحن ما جينا هنا كل الطريق ده عشان ما نحصل على حجرة. طب بلس بلس 7 طبعا ممكن من هنا ينيشنا، لكن هو ما حاول. عرفت على الخريطة لكن ما قدر يخليني. على كل حال بعد كده نحن عندنا حجارة تبليس من 1 إلى 7، هنقدر نطور سلاحنا إلى بلس 7، لكن في بقية أحجار هنحصل عليها حسي. أيوة قدرت أفتح الخريطة. طيب عشان نحصل على حجارة تبليس بلس 8 9، تعال هنا فورس بورت فارس، مكان قتلنا التنين العملاق في بداية اللعبة. طيب من هنا هنمشي إلى البرج داك زي ما شايفينه، شوف الطريق ده بس لحد البرج، لأنه الخريطة نحن هنا ما عندنا، فما حنقدر
المكان ما حيكون واضحة عندنا، فأمشي ناحية البريد ده. ده هنا طبعا مكان التنين كان قتلناه، إذا ما هزمته حيكون موجود هنا. لما شايف هنا حيكون في بعض التنانين، حاول اتجنبها لأنه المكان ده قوي جدا الأعداء الموجودين فيه. برض ماي يعينوا لينا أصلا، أيوة ما شافونا. طيب أولا حنمشي إلى أعلى، ثاني نجي لأسفل. زي ما شايف في طريقين فوق وبيجاي، فنحن حنجي بيجاي أول. هنا في تنانين برضو جاهلهم. زي ما شايف هناك في حشرة سحرية، دارين نقتل الحشرة دي تنفجر بعدين، عشان كده حاسب. أيضا زي ما شايف هي فيها بعض الشرارات، بعد عنا تدينا حجر تبليص بلس 8. إذا قاعدين نقترب شوية شوية من البلس 10. طيب أنزل بالطريق ده. إلى أسفل. النين داري تتبعنا ولا هنا؟ زي ما شايف الجماعة دي عاملين ميتنج، اجتماع خفيف ظريف كده، حددوا منو اللي بيحصل على حجر التبليص بلس 9 ده. أنا قلت لهم يا جماعة أنا خلصكم من الاجتماع ده واحصل عليهم. شكلهم ماتوا وهم بيغرروا منو يحصل على الحجر. المهم كده حصلنا على حجر تبليص من 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. ضلينا حجر التبليص بلس 10. طيب هنا افتح الخريطة واضغط واي. تذكروا في الحلقة اللي فاتت لما عملنا مهمة الوايت ماسك فعلنا الجريس دي، فمن المنطقة دي حنحصل على حجر التبليص بلس 10. لكن خلونا نعمل الشعلة لأن المنطقة اللي نحن ماشيين لها شوية مظلمة، والأعداء هنا قويين جدا فما حنهاجم ولا عدو. أنا أجي فقط ماشيين فيهم. This missing 7 قطع لوت دسمة جدا هنا. شايف هناك في قطعة لوت ان احنا ما دايرين نمشي لها، حنجي للمنطقة دي على حدة. لا بس انه الاعداء فيها قويين جدا. تعال بالاتجاه ده. هنا الاعداء بيحاولوا يتفجروا عشان يصيبوك بالبليد. خلونا نحصل على هنا. المنطقة شوية مظلمة عشان كده رجحت انكم تستعملوا شعلة. طيب هنا في عدو بيظهر من الارض بحاول يقتلك. هنا ايضا في بايع، فما تمشي بالاتجاه داك، تعال بيجاي. هنا في لورد درون احصل عليه لانه ده حيساعدنا كثير جدا. ما تمشي بالاتجاه داك، تعال بالاتجاه ده. اطلع الى اعلى. زي ما شايف هناك في ضوء خافت، ده تبليص 9 للاستدعاء الارواح. زي ما شايف بيجاي هنا في ضوء. هنا مفترض انه يكون في علامة زي ما شايف نغزو بها الوايت ماسك، لكن خليها ما حنمشي تعمل حاليا. إذا تأخرت في المنطقة دي في عدو قوي جدا ما حيخليك، حيقتلك حيقتلك. طيب زي ما شايف هنا في مجموعة كبيرة من الأعداء، فنحن هنجي بورا. هناك أمامه مباشرة في صندوق، في الصندوق ده في حجر التبليص بلس 10. من هنا حيشوفوا. شايف؟ حاول افتح الصندوق واحصل على حجر التبليص بلس 10 وهرب مباشرة. تعال بي جاي احصل على قطعة اللود دي. قول دي الرون 13 رونز كمية في المكان ده. شايف؟ كده هتقدر تحصل على حجر التبليص وترجع بسهولة بدون ما هن يقتلوك. إذا مشيت من الأمام كلهم حيتجمعوا عليك. استريح في الجريس عشان نقدر نفتح الخريطة، نعمل ليفل أب 20 ما عندنا. طيب على كل حال حنحتاج الروينز لأنه نحن حنرفع مستوانا الراوند تيبل هود. طيب هنا في الراوند تيبل هود هنرفع
السلاح اللي احنا دايرين. لكن اول نتكلم مع صاحبنا ده لقيناه في بحيرة الدورينيا. يقول لك انهم هم مختبئين الركيوزن في الفولكينو مانر، مكان حس يجينا منه كل لحومهم ده. ما عنده كلام كثير. طيب بالاتجاه ده دايرين نمشي نرفع السلاح، مستوى السلاح، لكن هو مركز جدا 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 في اللحظة دي. لكن اولا حاجة مهمة، اذا ما عندك الاحجار من بلس 1 حد بلس 4 ممكن تجي هنا للحداد العملاق ده تشتري منهم من 1 لحد 4. عمك ده ماله يا فورجيفنس، انت دار سكت بس. المهم لما شايف عندنا هنا حجر التبليص من 1 لحد 10، وملاحظ جدا انه هنا ما عندنا الا 1 1 1 1، ف إذا خسرتهم في سلاح ما مناسب أو ما قوي هتكون خسارة كبيرة جدا، وما هتقدر تحصل عليهم تاني إلا تعيد اللعبة من جديد. فعشان كده أنا برجح إنك تعمل سيف، تعمل سيف للعبة، سيف خارجي من ملفات اللعبة. أحفظ الملف الخارجي لملفات اللعبة، حوريكم حسي سريع، نظرة سريعة كده. فهنا تعال للبي سي ديسكتوب، تعال للسي مكان الويندوز، هنا تعال إلى اليوزر، تعال الى اليوزر بتاعك مكان اسم البي سي بتاعك، هنا الاب داتا، هنا ده حيكون مخفي عشان تظهره، يكون هنا هيدن اوبجكت، تكون كده المكان ده. اضغط هنا في يو، تعال الى هيدن ايتيمز، هيظهر اب داتا. اضغط في رومينج، هنا هيظهر لك الملف الدرينج. اعمل ريفريش واضغط في الملف سيلكت كوبي، اختار كوبي وامشي احفظ الملف في اي مكان، مثلا في الديسكتوب. لما شايف ده الملف ده، اذا حابي تاني تجي تستعمل الملف ده تضغط فيه كوبي تجي لنفس الملف ده، تضغط هنا تعمل بيست، تعمل ريبليس. كده التسيفة رجعت مكان احنا قاعدين في الراوند تيبل هولد قبل ما نستعمل الاحجار. كده انا حفظتها اني ما هضيع الاحجار دي الفاضي. ده إذا أنت طبعا ما عرفت تستعمل ياتو سلاح، ده تختبر الأسلحة سلاح سلاح. طيب أما أيضا السلاح الجريت ستار ما اختبرته كليا، لكن دار أطور الجريت ستار، لكن أنا برجح إنكم تطوروا شنو زي ما قلت لكم البلد هاوند فان. السلاح البلد هاوند فان قوي جدا، مفيد ورائع، وما حتكون خسارة إذا استهلكت الأحجار دي فيه. لكن انا حطور الجريت ستار. ايوه الجريت ستار ده بيستهلك احجار بلس سميسينج عاديه، يا للعار ده بيستهلك سميسينج عاديه. والله صراحه داري اجرب الجريت ستار، لكن كده ما حقدر اطوره لحد بلس بلس 10. داري سلاح بتطور الى بلس 10، ده بيتطور الى بلس 10، لكن ما سمح صراحه. على كل حال شكلي حوقف الحلقة هنا لحد ما اختبر الأسلحة دي براي، اشوف السلاح المناسب شنو. ايتو احسن من البلاد هاون فان ما في. واذا انت بتلعب ماجيك المونفيل خيار رائع جدا، اذا بتلعب ماجيك وديكستيرتي قوي جدا. نوقف هنا في المنطقة دي من اللعبة، أنا حأختبر الأسلحة اللي عندي، جميع الأسلحة اللي عندي اللي تتطور إلى بلس 10، وفي الحلقة الجاية حنتابع أوريكم السلاح المفضل الممكن نستخدمه إن شاء الله. إذا أنت حاب تنتظر انتظر، وإذا حاب تواصل ممكن تواصل، وممكن تعمل تأكد إنك تعمل سيف في البي سي دي الطريقة، لكن في الكونسول أنا ما عارف كيف. فبس ده كان الفيديو لليوم، شكرا للمتابعة، إذا عجبك الفيديو ادينا لايك، وإذا مو مشترك اشترك، وللقاء في الحلقة القادمة.